هذا يوم مبارك في الحقيقة اجتمعت فيه معكم، تحدثت ربما بأشياء أنتم تعرفونها وزيادة، قرينا وتقينا معارفكم، ولكن أردنا أن نتذاكر وأن نحفز بعضنا البعض على خدمة بلدنا. ونحن مقبلون إن شاء الله على شهر رضوان، شهر الرحمن، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر التبتل إلى الله سبحانه وعز وجل، يخرج منا هذا النور خارج المسجد.